توقعه بصراحة ما لي متوقع يربح بصراحة. كلهم كانوا قوايا حلقتين شان. يعني كل الشباب قوايا كانوا. فكلهم بيستاهلوا. أنت وأنا بستاهل كمان. بستاهل. لكن. ما بعرف حاسس حالي رح أخسر. مو كتير واثق. وفي منافسين قوايا. أول موهبتين رح يوقف مشوارهم معنا بسيريان تالنتس حسن والنوس وعلاء عكاوي. هارد لك حسن وعلاء. بس الشغلة بتعود للتصويت يعني للجنة ولا شيء، الشغلة بتعود للتصويت، فأنا ما بعرف قد إيه كمية تصويتي بس أكيد بتمنى أنجح وأتأهل. بدنا نعتذر من كنانة محمود. إن شاء الله بنربح. أملنا بالله كبير. للأسف بدنا نعتذر مجد الدين البابا. نعتذر منك مجد، شكرا كثير لك. الموهبة اللي نالت أعلى نسبة من تصويت الجمهور هي تمام كاسوحة من حمص. ألف مبروك يا تمام. إن شاء الله أربح. وبيك خسرت. كون قدر الله. إن شاء الله يا رب. رح أفوز. إن شاء الله ننجح. حسب هالأسبوع كتير كشف لي ناس كتير إنه محبة ناس كتير كبيرة. عجب فاجأت كتير بهالشيء. مرحبا. على فكرة كل العالم متوقع أنه أنا أتأهل وأنجح بس أنا ما متوقع هذا الشيء أبدا. سلام. أنا مع أبو حميد ماجيك. مبروك يا محمد. مبروك محمد. مبروك محمد. مبروك. هارد لك سوي. ألف مبروك. هارد لك محمود. هارد لك. شكرا كتير لإلكم. أنا كان عندي توتر رهيب يعني، فبرجع أنا حسيت حالي أنه خلاص طلعت برا. بحب أشكر كل حدا صوت لي، كل حدا دعمني. فأنا مجهز شغلي للمرحلة الجاية مع الجمهور، رح خلي الجمهور هو اللي يشارك. بصراحة أنا أول ما شفت إعلان البرنامج قلت أخيراً لقيت حدا يقدر يشوفني، يقدر أنا أوصل أنا اللي عم بعمله للعالم. بصراحة في كتير عالم عم تنتقد بشكل بتحسه يعني بس للإحباط، يعني إنه ليش عم تعملوا هيك؟ حسب أدائي كنت خايف. كان في شوية خوف لأنه توترت شوي عن المسألة. أكيد رح أنا أتحمل مسؤولية أكبر بهذا النجاح تجاه اللجنة وتجاه الجمهور اللي صوت لي واللي أنا كتير كتير بتشكره. وقت اللي طلع اسمي إنه أنا طالع بالأعلى نسبة تصويت، فأنا هون كتير ارتحت كوني ما رح كون بين الشخصين اللي رح يختاروهم. هذا شيء رح يكون إسا أصعب بكتير. أنا ما بحسدهم على الوقف اللي وقفوه. اللي عم يحاول يكون ساحر كل مرة أستاذ محمد، كل مرة بدي يعمل حاله إنه هو بدي يعرف كيف السحر بس هو آخر شيء ما بيعرفه. فأنا برشحه إنه هو يصير يعني ممكن يتعلم لأنه بحب يهتم بهيك شغلات يعني. بأي ما بظن يعني. هلا أنا ميساك لأنه ما اختارني ما لحطه. المدام شكران. المدام شكران كمان تخليش تكون ساحرة. قالت لي بالمناسبة طيرني الأسبوع الجاي. رح حاول طير. كل واحد صوت لي له حفلة ببلاش. بغني له.